ما سمعتيني شو قلت لك؟ شو صار لك؟ دعاء تعبانة، لو سمحتي دقي له للدكتور، احكي معه لحتى يجي. ما رح اعمل اي شيء كرمالة لمرتك دعاء، لانه انا قطعت صلة الوصل بيني وبينها على الاخر. وبتمنى تكون فهمت هيك. شو عم تقولي امي؟ الواحد فينا لازم يساعد الغريب حتى وقت يكون تعبان، فكيف القريب؟ ودعاء منا وفينا، وكمان بكل مرة بتحتاجيها فيها دعاء بتكون موجودة. بس انتي نسيتي كل شيء. كاينات وقفي. شو في اخي؟ شو صار؟ دعاء جوا وتعبانة كتير، داخت وقعت. دقوا للدكتور، ما عم بقدر اوصل له. دقوا للدكتور فورا. انا ماني بحاجة دكتور، انا بحاجة زوجي. دعاء انت منيحة؟ يلا تعال معي. خدي. خدي بعدي ابني عني. ما انت اساسا خليتي ابني يكرهني وقت قلتي له عن سري وما قدرتي تخبيه، هلا رح تلعبي بعقله وتقلبيه ضدي. شو عم تقولي امي؟ مو دعاء اللي قالت لي السر تبعك. المهم بس حيدر، حاجة تدافع عن مرتك بدون ما تفكر بحكيك. بكفي بقى امي. لو سمحتي حاج بكفي. كنت مفكرة إني أسعد إنسانة لإني صرت كنتك، بس من اليوم حياتي هون انقلبت. طريقي كله صار عقبات، وحياتي عندك انقلبت لحزن وما عم بقدر أطلع منه أبدا. أنا عم بحترق حرق وإنتي مانك حاسة فيني نهائي. ويلي عم يشعل هالنار ويحرقني ويلي عم يكويني فيها هو حبيبي. أنا ما عاد عندي طاقة أتحمل اللي عم بصير فيني هلا، لأنه هي أصعب فترة بمرق فيها بحياتي. لهيك لو سمحتي حاج، وإلا يمكن أقول شي بلحظة غضب أندم عليه، وإلا هالشي رح يهين أفراد العائلة كلها. يعني أنت عم تهدديني؟ بترجاكي حاجة تمثلي، وقفي هالدراما. ما انتي حكيتي له سري لحيدر ومشي الحال. يا ريت انا اللي قلت له سرك هاد. يا ريت ما التزمت بالوعد اللي انا وعدتك يا. عن جد يا ريتني كنت اناني. يا ريت كون انا اللي قلت له الحقيقة لحيدر بالوقت المناسب وخلصت منه. لأنه وقتها ما كان نهار زواجي كنت رح أحميه. مشان خاطرك أنتي أنا خليت زواجي ينهار اليوم. وهلأ شو أمي؟ أنتي اتهمتيني. يا ريتك قدرانة تستوعبي شو اللي عم تعملي معي. جد انتي وحدة قليلة أدب. سمعتها يا حيدر؟ اللي عم تشوف مرتك كيف عم تحكي مع أمك قدام الكل؟ بتمنى تكون مبسوط هلأ. يلا احكي لها كيف كنت عائلة أختار لازم تتصرف مع حماتها. نحكي بالقصة بعدين هلأ. مو مشكلة حيدر، انت تعال معي وبس.
دخيلك. كاينات، أنا ما عم أفهم. مرت أخي شكلها متوترة كتير. كاينات، أنا حسيت بأنه في شيء مكسور جواتها. رافي، أنا عن جد متوترة وقلقانة كتير. الرب وحده بيعرف شو عم يصير. طلع بعيوني وقلي الحقيقة حيدر. جاوبني، اللي أنت متأكد أنه بدك تتزوج مرة تانية؟ اللي أنت متأكد أنه بدك تتزوج مرة تانية؟ ما رح تستفاد شيء إذا اطلعت بالأرض. يلا جاوبني. دائماً بتقلي قديش بتحبني، ولهيك أنا بدي إياك تحلفي بحبك إلي وتقلي إذا بدك تشاركه لهالحب مع حدا تاني.